روت 8 روت 4 تايمز روت 2. ها روت 4 ب 2 يبقى 2 روت 2 بلس روت 2 كل ده باور 2 يبقى 2 روت 2 اند 1 روت 2 يبقى 3 روت 2 نعملها باور 10 يبقى كام 3 سوري باور 2 يبقى 3 باور 2 ب 9 وروت 2 باور 2 ب 2 9 تايمز 2 ايكوالز 18 تمام تمام ماشي هاف تايمز روت 20 ها روت 20 قول يا عبد الرحمن كده روت 20 بكام؟ روت 22 روت 5 2 روت 5 ال 2 لما تخرج بره هتعملها تايمز هاف تبقى بكام؟ نعم سنة ما سمعتش بس كويس روت 20 اللي هي روت 4 تايمز روت 5 روت 4 اللي هي تبقى ب 2 هعملها تايمز هاف 2 تايمز هاف يبقى كام؟ 2 تايمز هاف ايكوال 1 يبقى في روت 5 روت 5 ماينس روت 5 ايكوالز 0 تمام if boy is reach between circumference of the circle and the diameter length يبقى الباي ايكوال كام قول يا فارس ها reach between circumference circle يبقى الباي belong to n ولا z ولا q ولا q داش q داش q داش الباي زي ما اتفقنا بتكون q داش الباي لا الباي بالq داش هي approximately 22 over 7 دايما اعرفه كده approximately 22 over 7 ماشي قولي يا رماس ها رماس روت 75 تبقى ايه؟ ها روت 75 هعملها ايه؟ هعملها بكذا طريقه هي الكالكوليتر بتعملها على فكره لو حطيتي روت 75 على الكالكوليتر هتطلعها لي مش كده؟ بس انا عايز اتعلمها يدوي برضه لان انا هحتاج اعمل الحكايه دي في الباور ايه؟ في الباور 3 روت 75 ايكوالز 5 روت 3 اهي روت 75 5 روت 3 لان انا عارف ان 75 كام تايمز كام ممكن اعمل فاكتورايزيشن كده كده يا رماس 75 مش هعرف اعملها ديفايدد 2 اعملها ديفايدد 3 ممكن اعملها ايه ممكن نعملها ديفايد 5 على طول تمام ديفايدد 5 تبقى 15 ديفايدد 5 تاني تبقى 3 يبقى عندي 2 5 هتخرج منهم واحده تبقى 5 روت 3 ماينس 2 روت 27 روت 27 بكام؟ ها 27 كام تايمز كام يا رماس؟ 3 روت 3 3 روت 3 طب في 3 خرجت لقيت في وشها 2 نعملها تايمز 3 تايمز 2 6 ايوه روت 3 طيب 3 روت 1 اوفر 3 هنعمل فيها ايه؟ ندخلها هو يا اسكت يا محمد اقفل المايك يا محمد ها 3 هنعملها بقى انا زي ما قلت المره دي انا هقول احسن ناس احسن ثلاثه اشتركوا معايا في الحصه كل مره ان شاء الله الناس اللي بتشترك معايا كويس هتبقى 3 3 لما تخش جوه تبقى ايه اعملها باور 2 تبقى روت هتبقى كده روت 9 اوفر 3 3 تخش جوه تبقى 9 3 باور 2 9 9 اوفر 3 تبقى روت 3 اللي هي الاخيره الاخيره هدخل ما انت اللي قلت هدخل 3 اعملها باور 2 من ازاي بقت 9 3 باور 2 يعني 9 والله امال باور 2 يعني اعملها ها لا مستر يعني نضرب في ال 1 اوفر 3 ها
ال9 تضرب في هعملها الفول بقى. تايمز 1 اوفر 3 اهو، تبقى 9 اوفر 3 اللي هي ايكوال 3. يلا يعني مثلا هنعمل ايه بقى، 5 بلس 1 تبقى كام؟ 6 6 ماينس 6 0 مش كده؟ 0 ما فيش بقى 0 روت 3، هي 0 خلاص، 0 واحدة. يلا يا جنات find the solution set of the equation 1 over 6 ايوه x بار 2 بلس 6 equal 6 and ايه and half، يبقى 1 over 6 x بار 2 equal 6 and half minus 6 مش كده؟ بودي ال 6 الناحية التانية، ولا ايه رأيك يا جنات؟ ها؟ أو بحل الايكويشن عادي، ماليش دعوه بالاكس بار 2 خالص، اخر حاجه هفكر فيها الاكس بار 2. يبقى 1 أو اوفر هتبقى 6 اكس بار 2 ايكوال كام؟ equal 6 plus قصدي 6 لا 6 6 1 over 2 ايوه minus 6 6 يعني ايكوال 1 اوفر 2 تمام. يبقى x باور 2 equals هنعمل 1 over 6 divided 1 over 6، هودي ال 1 over 6 دي الناحية التانية تبقى 1 over 6. يبقى x باور 2 equals كام؟ 6 over 2 تبقى 3 equal 3 تمام. يبقى ال x equal لما يكون عندي باور 2 أو ال positive or negative root 3، positive or negative root 3 تمام. هنتكلم بعد كده على الدرس بتاعنا النهارده اللي هو two conjugates، اتكلمنا عنه كتير على فكرة، بس هنتكلم عليه تاني نكمل كلامنا اللي هو two conjugates. two conjugates يعني ايه؟ يعني لو قلت root 5 plus root 3 ده real number ده belong to R، الكونجيجيت بتاعته تبقى root 5 minus root 3، يعني ال plus اخليها ايه؟ ماينس، ولو كانت ماينس بخليها بلس تمام. ايه اللي ايه بقى يعني الشغل ده ليه بنعمل كده؟ بتعمل كده ليه يا مستر؟ بعمل ليه؟ لان ده اسمه difference between two squares، الملتبلاي بتاعهم. يبقى انا بعمل root 5 times root 5 times ايه؟ root 5 اللي هي كام؟ هعمل الاول في الاول ماينس الثاني في الثاني، ما احنا اتفقنا ما فيش هنا بقى ميدل تيرم. يبقى روت 5 تايمز روت 5 ايكوالز 5 ماينس روت 3 تايمز روت 3 ايكوالز 3، يبقى 5 ماينس 3 ايكوالز 2 تمام. يبقى روت 5 تايمز روت 5 ايكوالز 5 روت 3 تايمز روت 3 يبقى ايكوالز 3، 5 ماينس 3 ايكوال 2. فهمتوا فايده الكونجيجيت ايه؟ عمل لي ايه؟ بسط لي الدنيا خالص. يعني انا لو قلت ايه 2 اوفر فوتت ايه الحته دي اصلا كنت دخلت بجهاز ثاني. طيب حاضر هضرب في الكونجيجيت. يعني ايه كونجيجيت؟ 2 اوفر روت 7 ماينس روت 5. الكونجيجيت احنا اتفقنا قبل كده ان انا لو عندي مثلا 3 اوفر روت 3 ما بنحبش يكون في تحت عندي روتس، فبروح عامل ملتبلاي ايه؟ روت 3 اوفر روت 3 تمام؟ ليه؟ لان روت 3 تايمز روت 3 يدي 3، وفوق 3 تايمز روت 3 تبقى 3 روت 3. يبقى هنشيل 3 مع 3 هيبقى الناتج روت 3، ما بقاش في تحت روت. يبقى انا كده عملت سمبليفاي. طب لما يجي لي كومبلكس نمبر زي ده 2 اوفر روت 7 ماينس روت 5 هعمل ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي الكونجيجيت برضه اللي هو ايه؟ اللي هو روت 7 بلس روت 5، وتحت زيها روت 7 بلس روت 5 تمام؟ يبقى تحت عندي ايه؟ هعمل ملتبلاي كونجيجيت، بيبسط لي الدنيا قوي الكونجيجيت ده. روت 7 تايمز روت 7 ايكوالز 7. 7. روت 5 تايمز روت 5 ايكوالز 5. وفوق هيبقى 2 تايمز روت 7 بلس روت 5. يبقى ايكوال ايه؟ 2 تايمز روت 7
plus root 5 over 2 over 2. هات واحد 2 مع 2 بقت equal ايه؟ root 7 plus root 5. يبقى فهمنا فايدة الكونجيجيت ايه؟ ان هو بيشيل لي الروت من الدينومينيتور. هنقول واحدة كمان، لو انا قلت ايه؟ 8 over root 11 plus root 3. هنا عايز اخلص من الايه؟ من الروتس اللي تحت دي، هعمل multiply الكونجيجيت. روت 11 ماينس روت 3. بس لازم نعكس الاشاره. ما هو ده اسمه الكونجيجيت، امال ده درسنا النهارده، ده هو ده الاساس، ان انا اعكس الساين من بلس لماينس وماينس لبلس. يبقى تحت ايه؟ روت 11 تايمز روت 11 وروت 3 تايمز روت 3، يبقى 11 ماينس 3. الاول في الاول ماينس الثاني في الثاني، ما فيش ميدل ترم يا جماعه. زي ما قلنا كده، لو كانوا مختلفين هيكون في ميدل ترم، لو الاثنين زي بعض واحد بلس واحد ماينس، ده اسمهم تو كونجيجيتس، يبقى مش هيبقى في روت، يبقى مش هيبقى في ميدل ترم، اول في اول ماينس ثاني في ثاني بس. وفوق يبقى 8 تايمز روت 11 ماينس روت 3. تمام؟ يبقى 11 ماينس 3 ايكوال 8، هتروح مع ال 8 اللي فوق. 8 بقى لي روت 11 ماينس روت 3. تمام؟ ده موضوع الكونجيجيت. ماشي؟ كنا واقفين عند مين؟ عند مروان. يلا يا مروان. رايز ذا كونجيجيت اوف ذا روت 5 بلس روت 3 بقى ايه؟ روت 5 بلس روت 3 هتطلع الكونجيجيت بتاعته تبقى ايه؟ 25 تقريبا صح؟ الكونجيجيت ايه يا مروان؟ بس لكن دي مش فراكشن. ها؟ دي مش فراكشن، ازاي نعملها؟ انا مالي بالفراكشن، الكونجيجيت بتاع روت 5 بلس روت 3 ايه؟ ها؟ ايه يا مروان؟ 25 ده يا مروان تقريبا. لا محمد مش عارف؟ قول يا قول يا عبد الرحمن. اهو بقول الناس اللي مركزه معايا. بس هتبقى الكل. هتبقى root 5 minus root 3 بس كده. root 5 minus root 3 موضوع مش صعب، بس انتوا اللي مش مركزين. انا بقول كل كلمه تكون مركز معايا فيها. او root 5 minus root 3 ده اسمه الكونجيجيت. انا لا بقول لك اعمل تايمز ولا فوق ولا تحت، بقول لك ايه الكونجيجيت بتاع ده، يبقى root 5 minus root 3. ماشي يا عمار؟ الكونجيجيت بتاع 5 ماينس 2 روت 7 يبقى ايه؟ ايوه هتبقى 5 بلس 2 روت 7. بس كده، مش عايزين اكتر من كده. ماشي يا عمار، قول يا فارس. ها الكونجيجيت بتاع ده يبقى ايه يا فارس؟ 5 ماينس 2 اوفر روت 2. تمام؟ يا مستر تحت روت 2 يا مستر. ماليش دعوه، انا دلوقتي مش عايز ابسط حاجه ولا اعمل حاجه، كل ما فيها انا عايز الكونجيجيت بس. بيقولكش ميك، السؤال اللي بعده بقى بيقول لي ميك ذا دينومينيتور ايه، يبقى راشنال نمبر، يعني ما يبقاش فيه روت، مش كده؟ قول يا مروان هعمل ايه يا مروان؟ 5 اوفر روت 7 ماينس روت 2 يبقى ايه؟ المره دي مش هنعمل كونجيجيت. كونجيجيت ها اللي هو ايه؟ 7 ماينس 2 روت 7. ها روت 7 بلس روت 2 وتحت روت 7 بلس روت 2. تمام. فوق يبقى ايه يا مروان؟ روت 9. فوق 7 روت 9 ايه يا مروان؟ ال 5 سيبها زي ما هي، وروت 7 بلس روت 2 تحت يبقى ايه يا مروان؟ تحت برضو برضو ايه يعني؟ روت 7 بلس روت 2. لا يا مروان ما قلناش كده يا مروان، احنا قلنا اهو كده، اهو اهو نعمل ايه؟ نفس السؤال احنا حلينه، روت 7 ماينس روت 5 روت 7 ماينس روت 5، يبقى روت 7 في روت 7 ب 7، روت 5 روت 5 ب 5، 7 ماينس 5 يبقى 2. تمام؟
يبقى كام تحت؟ ها يبقى ايه؟ يبقى 7 7 minus 7 minus 2 2 equal 5 روح ال 5 مع ال 5 بقت كام؟ root 7 plus root 2 تمام؟ تمام ماشي يلا يا فارس ركزوا معايا يا جماعة. هو انا اقدر اعمل الاجابة من ضمن الستبس عادي؟ ممكن بالكالكوليتور بس احنا بنتسأل على الستبس. يلا يا فارس ها هنعمل ايه يا فارس هنا؟ هنعمل اول حاجة مالتبلاي. مالتبلاي ايه؟ روت 3. لا انا مالي بروت 3 يا فارس. الكونجيجيت بتاع اللي تحت يا فارس ها؟ 2 ماينس روت 3 و 2 ماينس 2 2 ايه؟ روت روت مالتبلاي 2 بلس 2 بلس 2 بلس روت 3 وفوق 2 بلس روت 3 مش كده؟ اه يبقى ايكوال ايه؟ انا اللي تحت تخلينا في اللي تحت الاول اللي تحت يبقى ايه؟ هنرجع ماينس يبقى 2 ماينس 3 3 الاول في الاول يا فارس 2 ماينس 3 2 ماينس 3 لا 2 تايمز 2 دي مش روت 2 يا فارس دي 2 يبقى بعمل 2 تايمز 2 4 4 تايمز 3 4 ماينس 3 ماينس 3 اه خد بالك اللي ليها روت كده كده بنعمل باور 2 تمام فوق يبقى ايه روت 3 2 ايوه تايمز 2 بلس روت 3 اللي تحت بقى ايه بقى 1 مش كده 1 4 ماينس 3 1 ملوش لازمه خلاص طب اللي فوق نعمل ديستريبيوشن كده هنعمل روت 3 تايمز ايه تايمز 2 تبقى ايه يا مروان تايمز 2 بعديها روت 3 تايمز روت 3 اه تبقى ايه ها اقول اه اقول روت 3 تايمز 2 صحيح يعني تطلع روت 3 تايمز 3 روت 3 هتطلع 3 روت 3 تايمز الثانية تبقى 3 ماشي روت 3 تايمز روت 3 بايه؟ ب 3 وروت 3 تايمز 2 ب ها 2 روت 3 2 روت 3 حطهم جنب بعض ماشي يلا يا جنات ايوه يا مستر يلا يا ست هنعمل مالتي بلاي ايه مستر مش احنا بنعمل الفيرست في الفيرست هنا في اللي فاتت فين السكند في بنعمل في اللي فات بندخل الروت 3 في ال 2 والروت 3 في ال 3 تمام يلا يا جنات هنعمل ايه؟ هنعمل root 7 minus 3 كونجيجيت اللي تحت ولا كونجيجيت اللي فوق؟ كونجيجيت اللي تحت اه يبقى بلس صح كده؟ اه تمام ماشي اللي تحت بقى يبقى كام؟ نخلص من اللي تحت الاول يبقى كام؟ خدي بالك هي مش مش روت 3 هي 3 اه هي 3 يبقى ماينس 3 وماينس 3 يبقى اللي تحت هي روت 7 تايمز روت 7 بايه؟ ماينس 3 بلس روت 7 دي دي بلس ها روت 3 روت 7 في روت 7 في 7 كده ماينس 3 تايمز 3 9 7 ماينس 9 اللي فوق طيب هي بار ولا مالتي بلاي معلش يا مستر هي لا بار ولا مالتي بلاي حاضر هي هنعملها دلوقتي البلس ولا ماينس عشان حضرتك قرتها كذا مره فانا لا لا هي الكونجيجيت بتاع اللي تحت اللي هي تبقى بلس اه تمام تمام ماشي يبقى هنا 7 ماينس 9 ماشي
احنا بنعمل كده زي ما قلنا يا محمد اهو روت 7 ماينس روت 3 روت 7 بلس روت 7 الاول في الاول اسمعني بس الاول في الاول اللي هو روت 7 باور 2 ماينس الثاني في الثاني اللي هي 3 باور 2 انا بعمل روت 7 باور 2 تبقى 7 على طول و3 تايم 3 تبقى ايه 9 ماشي يبقى 7 ماينس 9 طيب اللي فوق بقى يبقى روت 7 بلس 3 باور 2 لان اي حد في نفسه باور 2 تحت فيه ايه بقى يا جنات ها تحت فيه 7 ماينس 9 يعني كام 7 ماينس 9 يعني 2 يعني نيجاتيف 2 تمام اللي فوق يبقى ايه اللي فوق الفيرست سكوير سكند سكوير 2 تايمز فيرست تايم سكند مش كده ولا ايه الفيرست باور 2 والسكند باور 2 و2 تايمز فيرست تايم سكند ماشي يبقى الاول في نفسه اللي هو كام روت 7 باور 2 يبقى كام يا جنات نعم روت 7 باور 2 روت 7 باور 2 يعني روت 7 تايمز روت 7 بكام احنا لازم نستخدم الكالكوليتر ها روت 7 في روت 7 ب 7 يا جنات اللي هي روت 49 أيوة. 7 تايمز 7 49 روت 49 7 على طول طب وهناك بقى 3 تايمز 3 3 باور 2 نعم 3 باور 2 ايوه 3 باور 2 ايكوال 9 9 طب وفي النص ايه 2 تايمز 3 تايمز روت 7 مش كده 2 تايمز 3 كام ايكوال 6 روت 7 6 روت 7 تمام بالظبط كده يبقى هنعمل بقى 7 بلس 9 ها 7 بلس 9 يبقى كام مستر ما احنا ليه جبنا حاجه زي ده في النص ما عشان ده باور 2 مش كونجيجيت الكونجي ما احنا قلنا الكونجيجيت لما بضرب في الكونجيجيت بيبقوا 2 بس لكن لما بضرب في نفسه يبقى في فيرست باور 2 وسكند باور 2 والاول في الثاني في 2 ده واخدنا من السنه اللي فاتت 7 بلس 9 كام يبقى 16 بلس 6 روت 7 اوفر نيجاتيف 2 يبقى 16 over negative 2 و 6 over negative يبقى negative 8 minus 3 root 7 هنعمل divided 2 16 على divided 2 negative 8 و 6 over negative 2 يبقى negative 3 تمام؟ نشوف اللي بعد كده رماس ايوه يا مستر بص يا رماس هو عايز مديني اكس اهي مديني واي اهي وعايز اعمل x بلس y تو ذا باور 2 يعني عايز ال x اجمعها على ال y وبعدين اعمل باور 2 بس قبل ما بعمل حكايه ال x بلس y دي لازم ارجع ابص على ال x وعلى ال y هل ال x دي مظبوطه اخر شكل ليها؟ لا ده لا. فيها denominator فانا هنا لازم ايه؟ اظبط شكلها الاول ال y تمام ال y 100 100 اوكي خلاص روت 7 ماينس روت 5 مش هعمل فيها حاجه لكن ال x دي اللي هي 2 over root 7 minus root 5 تمام؟ اعملها multiply ايه؟ y root 7 plus root 5 ايوه او تحت برضو root 7 plus root 5 تمام يبقى في عندي تحت ايه؟ بقى equal ها؟ root 7 plus root 5 root 7 اللي تحت ايه بقى 7 بقى minus 5 root 7 times root 7 ب 7 يا جماعه قلناها كذا مره اي root في نفسه تشيل الروت على طول اي root في نفسه اشيل الروت يعني root 3 times root 3 ب 3 root 8 times root 8 ب 8 root 7 times root 7 7 ها minus root 5 times root 5 5 5
وفوق في ايه 2 تايمز روت 7 بلس روت 5. هحطهم جنب بعض كده، مش هضربهم دلوقتي الا لما اخلص خالص لو احتجت ان انا اضرب. طبعا ايه في فوق 2 وتحت 7 ماينس 5 ايه 2 مش كده؟ يبقى هنشيل ال 2 مع ال 2 يبقى ايكوال كام؟ روت 7 بلس روت 5. تمام؟ هاجي اعمل بعد كده ايه يا رماس؟ عايز اكس بلس واي 2 ذا باور 2 يبقى ايكوال ايه؟ هقول اكس ها؟ ايكوال روت 7 بلس 5 بلس روت 5 تمام؟ بلس الواي روت 7 ماينس روت 5 تمام؟ 2 ذا باور 2 يبقى ايكوال كام؟ ايه اللي هيحصل هنا يا رماس؟ ايه اللي هيحصل؟ في عندي نيجاتيف وبوزيتيف نفس الرقم يروحوا مع بعض. يروحوا مع بعض. يتفضل روت 7 واحده وروت 7 واحده يبقوا كام روت 7؟ روت 7 2 بقى 2 روت 7 باور. احنا بورتومز يا ابني، هو قايل اهو السؤال هو اللي عايز مش انا اللي بحط من دماغي. هو بيقول لي اكس احنا بصفيق. قررناه مرتين. فين مرتين؟ مرتين يس. روت 7 بلس روت 5 بلس روت 7 مش الاكس بروت 7 دي الاكس ودي الواي. هو بيقول لك اجمع الاكس على الواي، ادي الاكس اهي وادي الواي اهي، هنجمع الاكس على الواي. تمام؟ يبقى نعمل 2 باور 2 بكام؟ 28. روت 7 باور 2 بكام يا رماس؟ بسبن تمام. يبقى 4 تايم 7 28 تمام. بس كده خلصنا السؤال. ماشي، شوف اللي بعد كده. عايز محمد، قول يا محمد. Find the value of x bar 2 multiply y bar 2. تمام. بص يا محمد، بص طبعا انا مش بكلم محمد لوحده بس هو اللي معايا في السؤال. يعني اكس باور 2 واي باور 2، ممكن اسال اي حد في اي وقت. اكس باور 2 واي باور 2 مش هي هي كده؟ ممكن اكتبها كده اكس واي تو ذا باور 2 ولا في فرق؟ هي هي صح؟ هي هي. طب لو قلت اكس بلس واي باور 2 هل هي هي x باور 2 بلس y باور 2؟ لا لا، في البلس لا، لكن لو تايمز ماشي. تمام؟ يبقى هعمل x y. احنا اتفقنا لسه من شويه في المساله اللي فاتت، قلنا يبقى انا عايز اجيب البي، اظبط البي الاول. ماشي، يبقى البي هتبقى ها لفوق هتبقى روت 3 ماينس روت 2 تمام تايمز روت 3 ماينس روت 2 اوفر روت 3 ماينس روت 2 تمام. يبقى اللي فوق ايه؟ اللي فوق 1 تايم ايوه روت 3 ماينس 2 ماينس روت 2 تمام. وتحت والتحت هتبقى 3 ايوه ماينس 2 يعني 1 3 ماينس 2 هنكتبها 3 ماينس 2 تمام. يعني في النهايه بي دي هتبقى روت 3 ماينس 2. يبقى انا عايز الفاليو اللي عندي ايه باور 2 ماينس بي باور 2 يبقى ايكوال ايه؟ الاي اللي هي روت 3 روت 3 تمام وباور 2 ماينس بي باور 2 اللي هي روت 3 ماينس روت 2 باور 2. طب الروت 2 هتروح مع بعضها؟ يعني روت 2 هتروح مع روت 2؟ لا يا لا يا عبد الرحمن، طب ثانيه مش الدرجه دي. ها روت 3 بلس روت 2 باور 2 بتتفك بكام واحد؟ كام ترم؟ 3 ترمز اهو ماينس دول 3 ترمز برضه، اللي هو ايه؟ الاول في نفسه والتاني في نفسه والاول في التاني في 2.
تمام. بس انت بنعملها 3 ترم وانت بنعملها ما انا قلت لك لو كده اللي تحت دول اهو دي كده روت 3 بلس روت 2 دي كده 2 ترمز. ليه؟ عشان نمبر في ايه؟ في الكونجيجيت. تمام؟ يبقى يطلع 2 بس. لكن حد في نفسه بالظبط زي دي كده في نفسها باور 2 يعني يطلع 3 ترمز. تمام؟ اللي هو ايه؟ يبقى هتبقى اول واحده هتبقى ها؟ هتبقى 3 ايوه وفي واخر واحده هتبقى 2 ايوه في النص هتبقى 2 over 6 2 root 6 تمام. اللي هي ممكن ابسطها تبقى ايه؟ اجمع 3 بلس 2 3 دي بلس 2 دي مش دي دي 2 root 6 أيوة على بعضها كده يبقى 3 بلس 2 5 بلس 2 root 6 عشان نجيب 2 root 6 نجيب دي منها 2 times root 3 تايمز روت 2 الاول في الثاني في 2 الاول روت 3 ده الفيرست والسكند روت 2 وتايمز 2 يبقى 2 روت 6 ما بيعملهاش باور مش باور الباور عملته خلصته اهو عملت باور الاول اهو وباور الثاني اهو نفس الكلام ده يلا يلا يا عبد الرحمن كمل ها تبقى برضه 3 ماينس المره دي بقى ماينس ايوه 2 روت 6 2 روت 6 ماينس 2 لا بلس 2 دي ما بتتغيرش يبقى تديني كام 5 ماينس 2 روت 6 تمام يبقى في النهايه 5 خدوا بالكم الماينس دي بتغير لي اشارات ما بعدها يبقى 5 ماينس 5 بلس 2 روت 6 تمام النيجاتيف دي النيجاتيف دي بتغير لي الاشارات اللي بعديها اهو نيجاتيف تايمز نيجاتيف يبقى بوزيتيف ونيجاتيف تايمز بوزيتيف نيجاتيف تمام فاصبح عندي 5 ونيجاتيف 5 اللي هو دول وعندي 2 روت 6 و 2 روت 6 يبقى 4 روت 6 تمام ممكن حد تاني مركز بقى معايا شويه يقول لي يا مستر انا عارف الحكايه دي قابلتني قبل كده اللي هي ايه باور 2 ماينس بي باور 2 ما انا عارفها ما هي دي اللي هي ديفرنس بتوين ايه 2 سكويرز اللي هي تبقى ايه بلس بي تايمز ايه ماينس بي تمام يعني انا هجمع الاي بلس البي وهعمل لهم ماينس مره بلس ومره ماينس انا عندي الاي بكام الاي بروت 3 بلس روت 2 مش كده؟ وبي بايه؟ روت 3 ماينس روت 2 هنعمل لهم بلس يبقى روت 3 بلس روت 2 بلس روت 3 ماينس روت 2 وهنا تبقى ايه؟ روت 3 بلس روت 2 ماينس احط براكتس لما اقول ماينس يبقى في براكتس روت 3 ماينس روت تمام يبقى روت 3 وروت 3 بكام يدوني 2 روت 3 وروت 2 بوزيتيف مع نيجاتيف راحوا مع بعض تمام طيب وروت 3 هتبقى كام بقى روت 3 بلس روت 2 ماينس روت 3 بلس روت 2 دول هيروحوا مع بعض يدوني ايه 2 root 2 يبقى equal 2 times 2 4 root 3 times root 2 root ايه root 6 تمام يبقى ده الحل احنا بقى لما نيجي نحل ممكن نستخدم الكالكوليتر نقول ايه نقول البي عندي كام البي اللي هي 1 over root 3 plus root 2 يبقى اقول له كده 1 over root 3 plus root 2 واقول له equal تطلع root 3 minus root 2 اللي احنا طلعناه تمام؟ طيب لما اقول له ايه root 3 ممكن بقى اروح اعملها كلها افتح brackets كده اقول له root 3 plus root 2
2 في البراكتس 5 root 3 minus root 2 تمام. دي باور 2 دي باور 2 نسيت اكتب الباور 2 اهي باور 2 هنا وباور 2 هنا تمام. دي باور 2 دي باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال طلع 1 ولا طلعناها كام؟ لا تطلع 4 روت 6 يبقى دي ماينس مش بلس مش تايمز في هنا ماينس ماينس اهي ويكوال 4 روت 6 تمام؟ يبقى بالكالكوليتر بس اجيب كل حاجه لوحديها لوحدها عشان اتحاسب بتحاسب على الخطوات في حل السؤال اجيب كل حاجه لوحدها تمام؟ لازم اعرف كل حاجه. طيب اللي بعد كده عمار ايوه قول يا عمار اكس اهي والواي اهي اظبط مين فيهم؟ ايه اظبط ايه فيهم؟ ايه اللي محتاج ظبط؟ الواي الواي محتاج اظبطه شويه يبقى واي ايكوال ايه؟ الواي هي 2 اوفر روت 5 ماينس روت 3 ماينس روت 3 اعملها ملتبلاي ملتبلاي روت 5 ايوه بلس روت 3 وتحت روت 5 ايوه بلس روت 3 تمام يبقى فوق ايه 2 تايمز روت 5 2 تايم روت 5 بلس 3 بلس روت 3 وتحت اللي تحت 5 ايوه ماينس 3 برافو عليك 5 ماينس 3 بكام؟ 2 2 ال 2 تطلع مع ايه؟ مع ال 2 مع ال 2 في شكلها النهائي روت 5 بلس روت 3 بلس الاكس والواي مالهم بقى كده؟ ايه ده؟ الاكس والواي بقوا ايه؟ عكس بقى اسمهم كونجيجيت يبقى ممكن يجي في السؤال يقول لي بروف ذات ان اكس اند واي ار تو كونجيجيت بروف ذات ان اكس اند واي تو كونجيجيت يبقى انا كده اثبتت ان الاكس والواي تو كونجيجيت تمام تمام طيب الشكل ده بيفكرك بحاجه اكس بار 2 بلس اكس واي بلس 5 بار 2 بيفكرك بحاجة؟ بيفكر حد بحاجة طيب؟ أي حد تاني يرد عليا؟ الشكل اكس باور 2 بلس 2 اكس واي بلس واي باور 2 ده بيفكرنا بحاجة؟ اللي هو مثلا ايه او اكس بلس واي اوفر 2 ها ايه يا رماس؟ ان في نيجاتيف هيروح مع النيجاتيف؟ لا 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 هنا الشكل ده كان اصله ايه؟ اكس باور 2 بلس 2 اكس واي بلس واي باور 2 كان اصله ايه؟ كان اصله ايه؟ ورا العمسة؟ ها ماشي ها؟ اكس بلس واي باور 2 برافو يا عبد الرحمن تمام مظبوط ده كان اصله اكس بلس واي تو ذا باور 2 كان كده اللي هو ايه الاكس باور 2 اهي والواي باور 2 اهي و2 تايمز اكس تايمز واي اللي هي دي تمام يبقى بدل ما هنكتب ده هنعوض كتير قوي وهنتعب قوي وممكن نغلط في ده كله لا ده انا ارجعه لاصله اللي هو x بلس y to the power 2 تمام؟ يبقى انا اقول ايه؟ x بلس y to the power 2 الاكس عندي بايه؟ روت روت 5 روت 5 ماينس روت 3 لا بلس روت 3 ده الاكس
بلس الواي اللي هي روت 5 ماينس روت 3. كل ده هعمله باور ايه؟ روت 5 ماينس روت 3. ايه اللي هيروح مع ايه؟ ها؟ في حاجة هتروح مع حاجة؟ روت 3. روت 3 ايوه هتروح مع نيجاتيف روت 3. هيتبقى روت 5 وروت 5 يبقوا كام؟5 مثلا اشيل روت بعدين 5 بلس 3 8 بعدين اعمل لا يا حبيبي ازاي روت 5 او اشيل الروت ازاي يعني انا لو قلت روت 4 بلس روت 25 اعملها لي كده بطريقتك كده اللي بتقول عليها روت 4 ب 2 وروت 25 ب 5 2 بلس 5 7 قول لي بقى انت تعملها ازاي لو الفيرست في الفيرست وبعدين السكند في السكند وانا عملت باور 2 وفي الاخر اما اخلص خلي الباور 2 دي اخر حاجه تعملها تمام اجمع روت 5 روت 5 يبقى روت 5 بعد كده معناها 2 باور 2 وروت 5 باور 2 تمام ماشي طيب نشوف